حضرات گرامی، جنازے کے لیے جس سکون اور نظم و ضبط کا تقاضا ہوتا ہے اس کا مظاہرہ کریں۔ یہ افراتفری، یہ آوازیں، یہ دھکم پیل قطعاً مناسب نہیں ہے۔ جنازے کا ادب ہوتا ہے اور میت کا احترام ہوتا ہے، اس لیے میں تمام احباب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ خاموش ہو کر صفیں درست کریں اور دعا کا ماحول بنائیں، اور یہ دھکم پیل اور یہ بولنا اس کو بالکل ختم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديين واكتب كتابه في عليين، اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله جنة الفردوس، وادخله جنة الفردوس، وادخله جنة الفردوس، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم اعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم هذا عبدك ادريس، اللهم عبدك ادريس خادم القران ومعلم القران، انت خلقته وانت هديته للاسلام، وانت قبضت روحه، وانت اعلم بسره وعلانيته، اللهم ان كان زاكيا فزكه، وان كان خاطئا فتجاوز عنه، اللهم ان كان خاطئا فتجاوز عنه،
اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وكان يشهد ان محمدا عبدك ورسولك تخلى عن الدنيا واهلها وامسى فقيرا اليك محتاج الى رحمتك اللهم عبدك فقير اليك محتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابي اللهم ان كان محسنا فزد في احساني وان كان مسيئا فتجاوز عن اساءتي اللهم جئنا شفاء فاغفر له اللهم جئنا شفاء فاغفر له اللهم جئنا شفاء فاغفر له اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وأدخله مدخلا كريما وكن به رؤوفا رحيما اللهم هذا عبدك في ذمتك وحبل جوارك عبدك في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب القبر اللهم قيه من فتنة القبر وعذاب القبر وقيه من فتنة النار وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة وحاسبه حسابا يسيرا وكن به رؤوفا رحيما الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله